بعد نجاح أودي كيو 5 بمحركها الهجين، تمت إضافته إلى سيارة الليموزين الفاخرة. سيارة A6 الهجينة ستعرض العام القادم، رغم ذلك يمكننا اختبارها الآن. إن السيارة الهجينة مجرد تكملة منطقية لعامل الكفاءة في هذه الفئة من السيارات. لهذا قمنا بدمج محركين يعملان بصورة متوازية، الأول يعمل بالوقود لتعزيز الكفاءة وقطع مسافات أطول، والمحرك الثاني كهربائي يسمح بقطع مسافة 30 كيلومترا عند السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، كما تتوفر إمكانيات للسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بالسيارة الكهربائية، ولكن لمسافة قصيرة فقط. تتمتع سيارة A6 الهجينة بصفات لا تقل عن الطرازات الأخرى من الفئة نفسها، وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 7 ثوان ونصف، وأقصى سرعة لها هي 140 كيلومترا. تبلغ قوة محرك البنزين لوحده 210 أحصنة، وعند تشغيل المحرك الكهربائي معه تصل قوة السيارة إلى 245 حصاناً. إذن ركزت أودي على صناعة سيارة A6 الهجينة لأن فئة A6 المتوفرة منذ عام في الأسواق تجلب معها العديد من التقنيات الخاصة بسهولة التصنيع والكفاءة، فالأساس متوفر فيها بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المضافة إليها. بالكاد يمكن التفريق بينها وبين إخوتها ذات المحركات الوقودية من حيث المظهر الخارجي، والمصابيح الضوئية المميزة لسيارات أودي، وشبكة التبريد الكبيرة من التصاميم الثابتة فيها. ولا تفضح هويتها سوى شعارات السيارات الهجينة الصغيرة الملصقة على جانب وخلف السيارة. المصابيح الخلفية زودت بتقنية LED، ويتقاسم محرك البنزين والمحرك الكهربائي المكان نفسه. نعرف هذا المزج بين المحركات منذ العام الماضي، وقمنا بمزجها بمحرك هجيني، وسنطبق هذا المزج في الفئات الأخرى لتكون أكثر كفاءة في سيارة A6 الفاخرة. وعبر نظام بوست يمكن تشغيل المحرك الكهربائي بالإضافة لمحرك البنزين بفترة وجيزة، وبهذا تصل سيارة A6 الهجينة لمستوى جيد وتمنح شعورا بالقيادة وكأنها سيارة سداسية الأسطوانات. تتمتع مقصورة السيارة بمواصفات الراحة المعروفة عن أودي، ففيها مواد ذات جودة عالية ولوحة مفاتيح رياضية الشكل وضوابط توجيه مثبتة على المقود، وتظهر شاشة العرض معلومات عن وضع القيادة كما هي العادة في السيارات الهجينة، وتمتاز المقاعد كما هي العادة في سيارات أودي بالمزج بين الراحة والأناقة. بطارية المحرك الكهربائي موضوعة في حقيبة السيارة وتزن حوالي 37 كيلوغراماً. الجزء الأساسي في المحركات الهجينة المتوازية هو نظام بطارية الليثيوم، وهي موضوعة في حقيبة السيارة بحيث تخسر الحقيبة شيئا بسيطا من مساحتها، ورغم ذلك تظل السيارة الفخرة تتمتع بحقيبة ذات سعة مناسبة. عند السير بسرعات بطيئة يتحول العمل إلى المحرك الهجيني، وفي السرعات العالية يتولى محرك البنزين العمل. ستبدأ شركة أودي بيع نموذجها الجديد مع بداية عام 2012. سيارة A6 الهجينة خطوة في الاتجاه الصحيح، أما معدل الاستهلاك فيصل تقريبا إلى نفس استهلاك محرك الديزل. أما سعر هذه السيارة الهجينة فسوف يلعب دورا فاصلا في نجاح هذه السيارة الفاخرة.